العزلات ديالي، كيداير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا دائما على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله وصفه خاصه بالشعر، خاصه بالشعر، شعر 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 شعر، فراغات الشعر، تساقط الشعر، طول الشعر. بنات كلشي تقريبا، اكثريه الناس، اكثريه النساء اللي شعرهم كله متضرر. البنات كلشي كيعاني من تساقط الشعر، كلشي كيعاني من فراغات، كلشي كيعاني من طول ديال الشعر ديالهم، ما بقى الشعر ديالهم كيطوال ليهم. اليوم ان شاء الله، والله ما كنت البنات غنصور هذا الفيديو نهائيا، ما كنتش غنحطه، كنت غادي ندير الوصفه ولكن ما كنتش، كنت شويه عكزانه ما قادراش انا نهز الكاميرا ونصور. واحد اللحظه قلت والله تنحطها لكم تستافدوا نتوما معايا. يعني واحد يقول لك جزاك الله كل خير، الله يرحم لك الوالدين، هذيك راه شي حاجه كثيره عندي والله. اليوم وصفه رائعه البنات، رائعه رائعه رائعه، زوينه بزاف، مكونات بوحد المكونات البنات زوينين بزاف للشعر، للتساقط، للفراغات، للناس اللي باغين الشعر تاعهم يطوال، مهم لعلاج مشاكل الشعر بصفة عامة. اليوم نفرقعوا الرمانة، اليوم نفرقعوا الرمانة بصح، اليوم غادي نفرقعوا البنات الرمانة، ولكن ما غنفرقعوش البنات الرمانة باش نسبوا بعضياتنا وباش نتعايروا وباش نجبدوا الفضائح وباش ما نعرف وباش وباش وباش، يعني اللي هادشي كتر بزاف اليوتيوب. انا غنفرقع على الرمانه ان شاء الله، غناكلها وغنستافد منها، غنستعملها ان شاء الله، القشور تاعها غنستعملوها للشعورات ديالنا. انا ما باغا نسب، ما باغا نضار، ما باغا نتعاير، غدا في طريقي غنفرقع الرمانه ان شاء الله غير مع راسي، ما غنفرقع مع حد. غنفرقع الرمانه غير مع راسي. اليوم مكونات بصح البنات زوينين بزاف، ونتمناكم انكم تشريوهم وتلقاوهم يا رب الحبيب، انكم تلقاو هذه المكونات لانهم رائعين رائعين رائعين. يلا على بركه الله نبداو بالمكونات. اول مكون البنات في هذه الوصفه، يعني عندي واحد جوج مكونات اللي هما ضروريين في هذه الوصفه هذه، ضروريين البنات في هذه الوصفه هذه، لانهم عندهم منافع رائعه على الشعر. اول مكون هو اللي غادي شويه البنات الناس بزاف غيسالوني عليه ثاني من هادشي كامل، هو الاملج. الاملج غنفهمكم شنو هو الاملج البنات. كلشي كتعرفوا زيت املة، زيت دبر املة، يعني ما كاينش اللي ما كيعرفوش هذاك الزيت الاخضر اللي معروف عند الهنود. كتعرفوا هذيك واحد الفاكهة البنات اللي كتكون في القنينة، فاكهة خضراء موجودة في القنينة، هذيك الفاكهة راه هو هذا الأملج، يعني زيت دبر أملة مصنوع من الأملج. غتقولوا لي واش كاين معروف البنات غير بالأملج، ما عندوش اسم آخر. كنقولها وكنسطر عليها لانكم بزاف البنات كيبقى يقولوا لي فك الهضره بزاف، انا ما فياش البنات الهضره بزاف، ولكن راني كنفسر لكم، واللي باغي ياخذ الوصفه نيشان ممكن انه يدوز السهم غيلقى انني كنصيب في الوصفه وبلا ما يسمع هذه الهضره. ولكن ما تجيوش تحت التعليقات وبدا تسولوني وشنا هو الاملاج، لانني انا دابا كنفسر لكم اشنا هو الاملاج. ما عندوش البنات شي اسم اخر من غير الاملاج، هذا هو الاسم تاعو اللي معروف. انا خديته من المغرب، بالنسبه للناس اللي في المغرب غيقول لي واش موجود في المغرب، كاين في المغرب، انا جبته معايا من المغرب، جبته انا يعني في الدار البيضاء، بالنسبه لي انا خديته من الدار البيضاء، من قيصريه درب السلطان، خديته من قيصريه تاع درب السلطان، عند هذيك العطاره اللي كيكونوا تمايا موجود البنات. وغادي تمشيو عند العطار المدينه، دابا راني كندير اشهار. عطار بالنسبه للناس اللي عايشين في الدار البيضاء وفي درب السلطان، غادي تمشيو عند العطارات المدينه، راه موجود عندهم البنات الاعشاب اللي ما سطر لكمش على البال عندهم. مهم الاملاج البنات ما عندوش اسم اخر، انا كنقولها وكنعاودها الاملاج. عندي هنا البنات رمطحون، ما تجيبوش البنات رمطحونش، حاولوا انكم تمشيو عند اي عطار قول لهم يطحنوا لكم، لانه ما كيتطحنش، صعيب بزاف الطحن ديالو البنات في الدار، هذه
هي ديروها في بالكم، طحنوه تما عاد جيبوه لديوركم. انا طحنته عاد جبته، لانه مستحيل تطحنيه في الدار، مستحيل، خاطر درتي المهراز. ثاني مكون هي المراميه، المراميه البنات، وهي السالميه باللغه ديالتنا. المراميه معروفه في الدول الخليج وبالمراميه، ولكن باللغه المغربيه وهي السالميه. السالميه معروفه البنات في التساقط الشعر بالعلاج الفراغات، وكتخلي لكم الشعر ديالكم، يعني كتصبغ لكم الشعر اللي هو ابيض مع المده، هو حتى الاملاج البنات كيصبغ لكم الشعر، يعني كيلون لكم الشعر اللي هو ابيض. ثالث مكون البنات اللي قلت لكم، وهي هنفرقع الرمان. نفرقع الرمان، ما كدبتش البنات ملي قلت ثبت لكم في سميتو غنفرقع الرمان، حنا غنفرقع الرمان بصح. الرمان، قشور الرمان، كاين بزاف البنات كيقول لي ما عندناش القشور تاع الرمان اللي هما على شكل بودرة، على شكل بودرة. انا ديما البنات عندي في الدار، مستحيل ما يكونش عندي قشور رمان في الدار. دابا راه هذا وقته، وفي مكان ناكلو الرمان كنخلي هاد القشور تاعو كنيبسهم. دابا راه بديت، حيت دابا وقت الرمان راه بديت، دابا كنيبسهم. يلا بديت، راه دابا بديت جامع واحد شويه، فما غادي نبدا غنجمع، تنجمع بزاف ونطحنو. تشدوا هاد القشور تاعو البنات وغديروه في كاسرول، وغديروه معاه نصف كاس من الماء، وتخليوه تقريبا واحد 15 دقيقه وهو كيطبخ. ومن بعد غادي تصفيوه من هاد القشور، وغنحتاجو بالماء ديالو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد القشور الرمان على هاد الشكل بودره. انا غنستعمل شكل بودره، ما غنستعملش هاد الرمان هذا. دابا انا غير فسرت لكم البنات. ورابع مكون البنات، رابع مكون، وهو زيت الفلفل الحار. زيت الفلفل الحار، زيت الفلفل الحار كيفاش كيتصايب البنات؟ هنا عندي هنا الفلفل الحار طاحناه ومستعملاه مع زيت الزيتون او زيت اللوز او زيت الجوز الهند اللي متوفر عندكم، اللي متوفر عندكم. انا هنا والله ما بقيت عاقله البنات واش استعملته مع زيت، وقيلة عملته مع زيت اللوز، عملته مع زيت اللوز هنا، ماشي زيت الزيتون، زيت اللوز. زيت اللوز مع الفلفل الحار. غتخافوش البنات، لان ما غاديش نشدو الحار وغنستعملوه على الفروه ديالنا، وانما غنستعملوه مع الوصفات. وعلى بركه الله نبداو الطريقه. غناخدو زليفه هكذا او اناء على هذا الشكل، غادي نضيف فيه تقريبا ملعقه من قشور الرمان. كما قلت لكم، الناس اللي ما عندهاش هاد القشور تاع الرمان على هاد الشكل هذا، ممكن انهم ياخذوا الرمان وياخذوا القشور تاعو ويعملوه مع كاس من الماء او نصف كاس من الماء، ويخليه 15 دقيقه هو كيطبخ على النار مهيله. من بعد كياخذوا هذيك الماء ديالو باش كيخلطوا هاد المكونات. ثاني مكون البنات اللي غناخذ منه حتى هو ملعقه، وهو المراميه او السلميه باللهجه ديالنا، المراميه ملعقه. وثالث مكون البنات واهم مكون، وهو الاملاج. الاملاج البنات هو اللي قلت لكم هو اللي كيكون في دبر امله، زيت دبر امله، هو هذاك الحبه الخضراء. غنحطها لكم البنات هنا الصوره ديالتها، غنحط لكم الصوره ديالتها هنا باش تعرفوه. دبر امله البنات هو هذا الاملاج، غناخذ تقريبا واحد ملعقه ونصف. ورابع مكون في هذا الزبا الحار البنات، او الفلفل الحار، زيت فلفل الحار، كينشط الدوره الدمويه في الشعر، وكيحفز لكم في انبات الشعر ديالكم، وكيخلي لكم شعركم صحي اكثر، وكيخلي هذه المكونات انها تدخل لكم في فروه الشعر. هنا ما غناخدش شي حاجه اللي هي كثيره، مجرد ملعقه اللي هي صغيره البنات كما كتشوفوا، هذا هو اللي غادي نستعمل. وباش غنخلطوا هاد المكونات كامله، غنخلطوها بالماء فقط، ما غنستعمل شي حاجه حتى اخرى، فقط الماء فقط. بالنسبه لي انا البنات، انا هنا غنستعمل واحد جوج معالق ديال الحنه،
اللي ما بغيتوش انكم ديروه ما ديروهاش، لان انا ما عنديش مشكله كنستعمل الحنه لشعري، انا ما كتنشف ليا شعري نهائيا، بالعكس الحنه كتوافق ليا شعري بزاف بزاف. انا عطيتكم الطريقه ديال الاولى، ولا بغيتو تزيدوا فيه الحنه زيدوها، انا كنعمل معها الحنه، ولا ما حبيتوش تعملوا مع الحنه بلاش البنات، مجرد انكم تخلطوا هاد المكونات بالماء على هذا الشكل. ممكن الا كان شعركم ناشف بزاف انكم تزيدوا بعض الزيوت اختياريه على حسب اشنو كيوافق لكم الشعر ديالكم، زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت جوز الهند، زيت السمسم، كاين زيوت كثيره خاصه بالشعر اللي كيوافق لكم شعركم ممكن انكم تزيدوا. المهم هذه هي الطريقه، وانتم ممكن انكم تزيدوا الزيوت على حسب اللي متوفر عندكم. هذه هي الوصفه، بالنسبه لي انا غادي نزيد معها تقريبا ملعقتين ديال الحنه. اختيار البنات كما قلت لكم. وندوزو دابا الطريقة غنديرها على شعري، يلا على بركة الله. البنات وهذه هي النتيجه الاخيره كما كتشوفوا، نتمنى انها تنال الرضا ديالكم. وكتشوفوا الخلفه هانتوما البنات الشعر، هادشي راه كامل البنات خلفات هما راه طابه طوال وليا انايا. المهم نتمنى من الحلقه تنال الرضا ديالكم وتعجبكم، نتمنى من الحلقه تاع اليوم انها تنال الرضا ديالكم وتعجبكم. ولا عجبتكم الحبيبات ديالي ما تبخلوش عليا كيما ديما بلي لايك ديالكم وفي التعليقات ديالكم اكيد اللي كتفرحني، ونموت عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده في امان الله.